بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. الحكومة العراقية الديمقراطية حسب الدستور هي حكومة ديمقراطية، هل هي بحاجة للاحتفال بعيد الغدير؟ في الحقيقة يعني الاحتفال بعيد الغدير حدث لأول مرة في التاريخ سنة 352، عندما قام الحاكم البويهي المسيطر على الخلافة العباسية معز الدولة أحمد ابن بويه، سيطر على عاصمة الخلافة سنة 334 بدعوة من الخليفة العباسي المستكفي، ولكنه خلعه بسرعة وعين مكانه المطيع لله. بعد كم سنة في سنة 352 أمر بالاحتفال بعيد الغدير وسماه عيدا. قبل ذلك لم يعرف الشيعة والمسلمون شيء اسمه عيد الغدير، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفل مثلا بعيد الغدير، ولا الإمام علي، ولا الحسن، ولا الحسين، ولا أحد من الأئمة. الأئمة 12 أو 11 لم يحتفل أحد، والشيعة ما كان يعرفوا هذا الشيء. اختلقوا أحاديث في القرن الرابع في لخدمة معز الدولة، وقالوا أن هذا أعظم الأعياد، مو فقط أنه عيد، هذا أعظم الأعياد كلها. وبدأ بعد ذلك، طبعا هذا جاء ضمن سلسلة من التوترات بين ما يسمى الشيعة والسنة في ذلك الحين في القرن الرابع، قبل ما يجي معز الدولة ويحتل بغداد، وقبل ما يعلن هذا العيد، وبعد ذلك كانت هناك معارك في بغداد بين الكرخ والرصافة. الكرخ كان شيعي ذيك الأيام، يعني شيعة في جانب مسجد براثة، و السنة في الرصافة، ودائما كان يهاجم بعضهم بعضا ويتقاتلون، قتالات طائفية، معارك طائفية. فعندما أعلن هذا الشيء، وبعد ذلك بعد يعني في السنة التالية أعلن أيضا الاحتفال بعاشوراء احتفالا حزينا، يعني مواكب العزاء بدأت في تلك الأيام سنة 353. وهذا طبعا سبب رد فعل، أنه السنة في مقابل ذلك تعصب، كان ذيك الأيام جهل وتعصب، قاموا بابتداء يوم الجمل سموه ردا على عيد الغدير، كما يقول ابن كثير، يقول فيها عملت البدعة على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة. اسمعوا ماذا يقول ابن كثير، يقول وكل الفريقين قليل عقل أو عديمه أصلا عقل معدهم بعيدا عن السداد، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة، ركبوا على جمل، وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير، وقالوا نقاتل أصحاب علي، فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير، وعاث العيارون في البلد فسادا، ونهبت الأموال. وبعد ذلك بعشرة أعوام تقريبا، أيضا أحد الحكام البوهيين أقال المطيع، وانتقلت الخلافة إلى الطائع في ذلك العام، فصار تمرد في السلطة البوهية. الجنود الأتراك بقيادة سبكتكين ذلك تمردوا على الحكام البوهيين، فانعكس ذلك الصراع أيضا بين السنة والشيعة. الهدف من الاحتفال بعيد الغدير أو يوم عاشوراء كان هو سحب الشرعية الدستورية من الخلافة العباسية، يعني بالرغم من أن البوهيين هم سيطروا على الدولة العباسية، وفي ذلك الوقت كان هناك الحمدانيون في حلب والموصل، وكان الفاطميون بالشام وبالحجاز وشمال إفريقيا، يعني السيطرة كانت تقريبا كلها حكومات شيعية.
العباسيين فقط كانوا يحتفظون بالمنبر وب يعني الخطبة يوم الجمعة، ما كان عندهم سلطة. بعد ما أول شيء الأتراك كانوا مسيطرين. المستكفي استدعى أحمد ابن بويه وعنده أخوان آخران، علي والحسن كانوا يحكمان، واحد في الري واحد في شيراز بلاد فارس يعني. لأنه كان يعني رغم أنه هو كان مسيطر هذا أحمد ابن بويه، ولكنه كان يريد أن يجرد العباسيين من أي سلطة. العباسيين كانوا يعتمدون على شرعيتهم الدستورية بالمعنى الحديث، بالمصطلح الحديث، على أنهم من عترة الرسول حسب الحديث من أول يوم اللي هم طرحوه سنة 132 عندما أبو العباس السفاح أعلن الدولة العباسية في الكوفة، فاعتمد على هذا الحديث أنه نحن أترة الرسول ونحن أحق بالملك والخلافة من الأمويين ومن الناس الآخرين دي نفسونا. فالبويهيون لم يكونوا يمتلكون شرعية دستورية، هم عسكر سيطروا بالقوة، ومع ذلك كانوا يريدون أن يسحبوا الشرعية تماماً من العباسيين. فأعلنوا أن هذا يوم الغدير أو حديث الغدير، كان في جدل أنه حديث الغدير هل هو يعني يدل دلالة واضحة وصريحة على نصب الإمام علي خليفة من بعد الرسول، أو لا كان حدث عارض مؤقت في مسألة شخصية مؤقتة. هم أضفوا عليه لا، مو مسألة شخصية، وإنما يدل دلالة صريحة واضحة على الخلافة، رغم أنه هذا جدل كان في داخل الشيعة. يعني السيد المرتضى مثلا حتى في القرن الخامس الهجري كان يقول حديث الغدير ليس نصا جليا بالخلافة، إنما نص خفي يعني في فضل الإمام علي يصير. ولكن الإعلام القوي اعتبار ذلك عيد والاحتفال به في العاصمة يعني فرض رؤية معينة ضد رؤية معينة أخرى، أن العباسيين إذن هم مغتصبين للسلطة والحق مو لهم، الحق للبويهيين أو الفاطميين، نفس الشيء كان يعملون. والاحتفال بعاشوراء أيضا رغم مضي 300 سنة على ذلك الحادث، بدأ الاحتفال بيوم عاشوراء في ذلك التاريخ، يعني باعتبار أنه لعن الله الذين غصبوا حق البيت من الأولين والآخرين اللي أيضا عباسيين غصبين حق البيت. طيب أنتم البويهيين ما عندكم شرعية إلا أنهم يدعون إحنا شيعة مثلا، وهذا سبب العنف، سبب الصراعات الطائفية أججها، هي كانت موجودة ولكن تأججت كثيرا. الآن نأتي نتساءل، هل الحكومة العراقية التي تدعي أنها ديمقراطية وقائمة على الدستور والبرلمان والانتخابات هي بحاجة إلى الاحتفال بما يسمى عيد الغدير أم لا؟ الحكومة الإيرانية عندما تحتفل بعيد الغدير مثلا هي تعتمد في جزء من شرعيتها على ولاية الفقيه والإمام بالأئمة الاثنى عشر والإمام الغائب والإمامة، وأن الولي الفقيه مثلا نائب الإمام المهدي، هذا بعض الناس يقولون وليس حسب الدستور. الدستور الإيراني يعتمد في شرعية الحكومة على الانتخابات، سواء انتخابات رئيس جمهورية مباشرة من الشعب أو انتخابات القائد من قبل مجلس الخبراء 88 عضو، ذول أهل الخبرة يسموهم، هذولا أيضا ينتخبون من الناس. فإذا شرعية الحكومة الإيرانية بالصورة الرئيسية قائمة على الدستور وعلى الانتخابات، إلا أن البعض يحاول أن يضفي على منصب القائد الولي الفقيه صفة دينية أنه هو نائب الإمام، وهو لا يقول ذلك، ولكن بعض الإعلام المحيط بالقائد أو بالحوزة مثلا يحاولون التأكيد على ذلك. على أي حال نحن يمكن أن نعذر الحكومة الإيرانية باعتبارها وريثة الشيعة أو وريثة الأمة مثلا، فهي تحتفل بعيد الغدير،
ولكن نجي على الحكومة العراقية. الحكومة العراقية لم تطرح نظرية ولاية الفقيه حسب الدستور، يعني ما في بالدستور شيء اسمه ولاية الفقيه، وما تعتمد على الثقافة الشيعية المرجعية أو مثلا يعني هي حكومة مدنية علمانية تقريبا وتقوم على الديمقراطية. فهل هي بحاجة أن تحتفل وتؤجج الخلافات الطائفية الخامدة الآن بالعراق أم لا؟ قبل حوالي 3-4 سنوات في 2019 تقدم عدد من النواب الشيعة إلى مجلس النواب بمشروع اعتبار عيد الغدير عيدا وطنيا في كل العراق، والآن مثلا المحافظات الشيعية تحتفل بهذا اليوم، وكل محافظة هي حرة أن تفعل ما تشاء، ولكن أن يعتبروا مثلا عيد الغدير عيدا وطنيا هذا استفز النواب الآخرين السنة في المقابل، قالوا إذا خلينا نسوي عيد السقيفة مقابل هذا، إذا سوونا خلينا نسوي عيد السقيفة عيدا وطنيا باعتبار أنه تنصيب أبي بكر مثلا، وإذا البلد كله يحتفل بعيد الغدير ويحتفل نظريتان متناقضتان فإحنا وين نوصل بعدين؟ هذا يؤجج الخلاف الطائفي. ومسؤول الدولة المسؤولون حقيقة يجب أن يربؤوا بأنفسهم عن الدخول في الخلافات الطائفية الضيقة، يعني مو بحاجة إلا أنه من أجل أهداف انتخابية أنه إحنا ندافع عن الشيعة وإحنا متحمسين جدا ونحتفل بعيد الغدير حتى نكسب شعبية. عندما يفتقدون الشعبية، عندما يفتقدون المنجزات ضعيفة، ما عندهم منجزات تخلي الناس يتبعوهم ويشوفوا نفسهم معزولين عن الشعب، والناس في واد وهم في واد، فيعزفوا على هذا الوتر الطائفي، يجون يحتفلون يسوون احتفال ضخم بيوم الغدير، ما أعرف الإطار أو حزب الدعوة أو الحكومة ما أعرف بالضبط، ولكن إجى رئيس الوزراء ألقى كلمة، كلمته كانت جيدة ورائعة حقيقة، هو لم يتحدث يعني بالتفاصيل الخلافية وإنما ركز على عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر في نظام الحكم وطريقة إدارة الحكم، وكان حديث لطيف. ولكن في متحدثون آخرون أخذتهم العاطفة وصاروا مثلا هذا خائن وهذا خبيث وهذا كذا من الناس اللي في جدل حولهم، مما أثار أيضا امتعاضا وأثار أن هؤلاء صحابة أنتم كيف تصفوهم بالخيانة والغدر والخبث وما شابه. يعني مو بحاجة أن يجي واحد مسؤول كبير بالدولة ويطرح هذه الأمور على الهواء مباشرة ويؤجج أيضا الفتنة الطائفية. المشكلة في الحقيقة أنه الحكومة العراقية أو المسؤولين أو الأحزاب الحاكمة في العراق بالذات الأحزاب الشيعية أتكلم عليها، بعد ما عدا إيمان عميق وأكيد في النظام الديمقراطي. إذا كانت هي تؤمن بالنظام الديمقراطي يعني هي تستند إلى الشعب، وهذا النظام الديمقراطي الجديد هو الذي وحد ويوحد الشعب العراقي وينقلنا من الصراعات الطائفية القديمة إلى مرحلة جديدة وعهد جديد، أن إحنا كلتنا شعب واحد، ما في شيء اسمه الشيعة والسنة، المسلمون الشيعة والسنة لا يختلفون حول الإسلام، إسلام واحد، اعتقاد بالله واليوم الآخر والنبي والأنبياء وأركان الدين الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه أشياء واحد يعني موحدة بين جميع المسلمين، ما في خلاف حولها. الخلاف حول الفكر السياسي، أنه من هو أحق بالحكم، العباسيون أم العلويون، الفاطميون أم الزيدية، وهكذا خلافات سياسية بالفكر السياسي. وهذا الفكر كان قبل 1300 سنة 1200 سنة وانتهى وراح، احنا مو بحاجة إلى اشتراره وإلى إعادة مرة ثانية ويعني الاستفادة سلبا منه.
وإثارة الفتنة بهذا الفكر القديم. لا، احنا امام الان حياة جديدة وعصر جديد، عندنا فكر ديمقراطي. هذا الفكر الديمقراطي ان نكون احنا ديمقراطيين تماما، لا نفرق بين السنيين او شيعي او عربي او كردي او ما شابه. فلماذا اذا نعود الا لاهداف ضيقة انتخابية؟ وانا ارضى بمسؤول الدولة ان يعني على اساس والله احنا الان مسيطرين ونجي نحكم ونجي نحتفل بما نريد. لا، القصه مو هالشكل. قصه انه في مسائل قديمه ولازم نتجاوز عنها. والمشكله كما قلت قبل قليل انه الحركه الاسلاميه عندما بدات بالعراق، خلينا نجي على حزب الدعوه مثلا. حزب الدعوه اول ما تاسس السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه كتب دستور مال حزب الدعوة، وأن هذا الحزب يقوم على الشورى، وهو الشورى داخليا، وعندما يحكم يحكم على أساس الشورى. قدم هذه الوثيقة إلى المراجع في تلك الأيام، وما أدري ليش قدموها. إذا هو حزب مؤمن بالشورى ما كان بحاجة أن يعرض فكرة على السيد محسن حكيم والسيد الخوئي ومرتضى الياسين والشيخ حسين الحلي وما شابه. هو مؤمن بفكر، يطرح الفكر بالشارع أنه إحنا عندنا فكر جديد قائم على الشورى، وريد نأسس دولة إسلامية على أساس الشورى. ولكن قدموا حزب دعوة هذه الأطروحة مالتهم، الدستور مالهم يعني، إلى هؤلاء المراجع، وهؤلاء رفضوا، قالوا ما عندنا شورى. إحنا فكر القديم مال المراجع في الستينات كان فكر حجتية، يعني أنه إحنا ننتظر الإمام المهدي يطلع وما يجوز نقوم بأي حركة سياسية. وأجهضوا حزب الدعوة، السيد محسن حكيم أجهض حزب الدعوة في الستينات، وحتى أصدر فتوى يحرم الانتماء للأحزاب اللي قيادتها مجهولة. هو حزب سري كان، أنه إذا أنتم قيادتكم مجهولة يحرم الانتماء عليكم. طيب راحوا حزب الدعوة إلى السيد محسن حكيم عدة مرات، وفود 20 واحد 30 واحد، يا معود يا سيد الله يخليك يا مرجعنا افتينا بالجواز العمل السياسي. قال لا ما يجوز، ما يجوز تعملون من أجل إقامة دولة أو حركة سياسية. طيب ليش أنت تقلدوا؟ أنت لازم تراجعون مسألة التقليد، لماذا تقلدون المرجعية والمراجع؟ أنتوا يعني شعرتوا أنه هذا الوضع اللي كان قائم ذيك الأيام، المراجع يؤمنون بنظرية الانتظار، التقية والانتظار، وعدم جواز إقامة الدولة في عصر الغيبة، وها من 1000 سنة إلى الآن كانت النظرية ممتدة، ما كانوا يؤمنون حتى بولاية الفقيه. ولاية الفقيه كانت مطروحة ولكن في حدود ما تصل إلى مستوى الدولة. من أيام الشيخ الصدوق قال اللي يؤمن بولاية الفقيه قد خرج عن دين الإمامية، هكذا يقول. فالعلماء الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي وكل علام الحلي كلهم يحرمون إقامة الدولة. حتى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة بعض الشيوخ في النجف أرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة في الستينات، فقالوا هذا الذي يغتصبون مقام الإمام المهدي، ما يصير يصلون صلاة الجمعة. وحتى الآن البعض شيخ مرجع النجف أيضا يؤمن بهذا الشيء، ما يجوز إحنا نصلي صلاة الجمعة بالعراق، أو لا يجب، ولا تجب صلاة الجمعة إلا بإيران فقط. فهاي النظرية كانت مسيطرة. كان حزب الدعوة وأي حركة إسلامية بحاجة إلى إعادة النظر في عدة مسائل. في مسألة المرجعية، المرجعية منين جاب شرعيتها ويجب أن نطيع المرجعية؟ طبعا صار انشقاق في حزب الدعوة في الستينات. السبيتي، هادي السبيتي انشق، قال تروح، قسم راحوا مع المرجعية سكتوا، وقسم أخذوا الحزب ومشوا. شهيد هادي السبيتي كان يقول شنو، ما حاجة احنا نتبع المراجع، والمراجع يمكن نستفيد من عندهم بس مو هم يحكمونا، وإذا أقمنا دولة مو المرجعية تحكمنا. فكان يؤمن بولاية الشعب، ولاية الشورى يعني، مو ولاية المراجع. طيب المراجع شرعيتهم من وين؟ أن ذول النواب الإمام المهدي. طيب الإمام المهدي موجود لما موجود؟ الحركة الإسلامية، حزب الدعوة لم يدرس هذا الموضوع،
لم يدرس ما درسوه درس علمي يعني وبحث دقيق أنه هل هناك إمام مهدي مختفي صار 1200 سنة أم هذا شيء يعني فرضية افترضوها بعض الناس، ولماذا نحن نؤمن بها اليوم؟ طيب لماذا افترضوا هذه الفرضية؟ لأنهم كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة والأئمة والحكام يعني يجب أن يعينهم الله تعالى ويكونوا معصومين من الفكر الإمامي. الحركة الإسلامية حزب الدعوة لم يعيدوا النظر في نظرية الإمامة، هم أرادوا أن يؤمنوا بالشورى وأرادوا أن يطبقوا الشورى، ولكنهم هذه التراكمات الأفكار والنظريات المتراكمة، نظرية الإمامة، فرضية وجود الإمام الثاني عشر الغائب، وفرضية النيابة العامة للمراجع، كلها تراكمت وسوت في فكر سياسي آخر. ما استطاع حزب الدعوة أن يخترق هذا الفكر، مو فقط حزب الدعوة، الحركة الإسلامية كلها، منظمة العمل وغيرها والحركات الأخرى التي انبثقت بعد ذلك كلها تؤمن بهذا الفكر القديم، رغم أنها تمارس الفكر الجديد عمليا، هي تمارس الفكر الديمقراطي انتخابات ولكن حتى الانتخابات هي تحت غطاء المرجعية، هي تحت شرعية المرجعية. وحتى الآن نشوف وزير في الدولة العراقية مثل السيد نعيم العبودي وزير التعليم العالي يقول أنا أؤمن، في مقابلة صحفية مقابلة تلفزيونية يعني يقول أنا نؤمن ثقافيا وعقائديا بولاية الفقيه ونؤمن بولاية إيران، ولاية الفقيه الإيراني، ما عندنا فرق، ما في فرق بالمرجعية يعني المرجعية واحدة، ولكننا نطيع السيد السيستاني أيضا. طب لماذا تطيع حتى السيد السيستاني؟ يعني حتى السيستاني في الدستور أنت وزير، أنت مسؤول، أنت مسؤول، لازم أنت تطيع يعني القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء. رئيس الوزراء ماذا يقول لك؟ أنت وزير تابع له، مو تقول أنا مثلا هذا وزير، لا هو يعني ما في إيمان دقيق وعميق وثابت بالنظرية الديمقراطية الحاكمة الآن. حسب الدستور الحاكم هو الآن رئيس الوزراء، يجب أن يتمتع بسلطته، والآخرين كلهم يعني سياسيا وعسكريا وأمنيا يكونوا تابعين إلى المرجع، ما له دور، ما له مكان في هذا النظام من خارج. إذا واحد يريد يقلد المرجع ما يكون في داخل الدولة وفي داخل مؤسساتها الدستورية، هو حر. خارج العراق مثلا في ناس يقلدون المراجع هنا وهناك، هم أحرار، ولكن أنت تكون مسؤول عراقي في داخل الدولة وتقول أنا مثلا أوالي واحد آخر أؤمن بولاية الفقيه، يعني ما يصير هذا الشيء، يعني يصير تداخل، مو تداخل فقط بين ولاية الفقيه في إيران والسيستاني، إذا صار تداخل بين ولاية الفقيه والحكومة العراقية، أنت لمن تتبع؟ تتبع الحكومة العراقية اللي أنت جزء من عندها ووزير فيها مثلا، أو تتبع ولاية إيران؟ إذا واحد خارج الدولة يريد يتبع أي واحد كان، يريد يوالي أي واحد كان، هو حر ويتحمل مسؤوليته. أما أن يكون واحد ضمن الدولة العراقية يعني أنه ويوالي واحد آخر خارج الدولة، الدولة في إيران، راجع الدستور الإيراني، الدولة في إيران، القائد في إيران ورئيس الجمهورية هم مسؤولون عن الأمن وعن إدارة الحياة الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران والحماية والدفاع عن حدود إيران، مو نظام عالمي أنه إحنا منفتحين على كل العالم ندافع عنهم، وإحنا لهم مصالح يدورون دولتهم وهذا من حقهم، بس أنت ليش تدخل بالنص وتقول أنا أوالي تلك الدولة، وفقط إذا تعارضت يقول لا إيران تقول إحنا ما نتعارض ويا السيستاني. السيستاني الآن صار له 4-5 سنوات شبه مستقيل، ما يتدخل ولا يتكلم ولا يقوم بأي عمل، خلوا السيستاني على صفحة. الحكومة العراقية الآن موجودة،
الحكومة العراقية إذا كانت تؤمن بالديمقراطية فيجب أن تخضع للنظام الديمقراطي الجامع لكل العراقيين، والإرادة تتوحد وتتمثل وتتجسد في رئيس الوزراء. لا يجوز أحد أن يوالي واحد آخر غيره، سواء كان مرجع بإيران ولا بلبنان ولا بالهند ولا بالصين أو حتى مرجع بالنجف. ما لك حق تطيع مرجع بالنجف، أنت مو دولة دينية ولا أنت ولاية فقيه. إذا تريد توالي المرجع أخرج من هذه الدائرة، أخرج من هذه المؤسسات الدستورية وأعتقد ما تشاء. المشكلة أنه الثقافة الديمقراطية وهذه التجربة الموجودة حاليا، النظام القائم الآن هل هو قائم على بشرعيته على الشعب أم يحتاج إلى شرعية دينية يغطي هذا النظام، سواء من داخل العراق أو من خارج العراق؟ لا، هذا النظام ليس بحاجة أن يعزز علاقاته بأبناء الشعب من مختلف الطوائف ولا يميز بين إنسان وآخر، ويقدم الخدمات، يساعد الفقراء، يحل المشاكل، يتوجه للمستقبل. هذا هو المهم، أن نفكر بمستقبلنا، لا أن ندخل في الخلافات الطائفية الجدلية اللي هي خلافات داخل الشيعة أيضا حول موجودة. هذه الخلافات أن يوم الغدير هو نص جلي ولا نص خفي ولا أمر بالإمامة ولا لا، ما كان هكذا يعني. فنجي على خطى البويهيين، ذلك كان عندهم مصلحة آنية في الصراع مع العباسيين وتجريدهم من الشرعية الدستورية. أنتم بحاجة إلى ماذا؟ لا تحتاجون إلى تجريد أحد من الشرعية، الشرعية بيديكم الآن. إلا يجي واحد مثلا مرجع يقول أنتم أصلا النظام الديمقراطي ما عنده شرعية، ويحتفل بعيد الغدير حتى يسلب الشرعية الدستورية الديمقراطية منكم، يقول أنتم أصلا ما نؤمن بالديمقراطية ولا نؤمن بالدستور ولا نؤمن بهاي الحكومة، وإحنا اللي عندنا الشرعية باعتبارنا إحنا نواب الإمام المهدي وأنتم مغتصبين للسلطة، كما يعتقد بعض المراجع بالنجف أن هاي الحكومة غير شرعية وبالتالي أموالها مجهولة المالك ويجوز نهبها ويجوز سرقتها ويجوز كل شيء. ما عبر عن ذلك سيد محمد سعيد الحكيم عندما سأله الجندي، قال له أنا الحكومة أعطتني ملابس وتعطيني راتب، شو أسوي بهذا؟ شنو حكمه هذا؟ حلال لو حرام؟ قال له لا ما يصير، هذا مو ملكك، هذا هاي أموال مجهولة المالك، جيبها إلي وأنا يمكن أهديها إليك أو أهدي قسم من عدها إليك. وهكذا يفعل بعض المراجع الآن، يعتقدون أن الشرعية عندهم. فإذا نجف احتفلت، المرجعية احتفلت بعيد الغدير، ممكن نجد لها مبررا وسببا معقولا أنها هي تؤمن الشرعية الدستورية الدينية عندها، وتحاول أن تصارع الحكومة وتجردها من شرعيتها فتحتفل بعيد الغدير. ولكن الحكومة العراقية اللي هي منبثقة من الشعب، من البرلمان، من انتخابات، فكيف تهتم كل المسؤولين، كبار المسؤولين راحين ليحتفلون بعيد الغدير؟ طيب وين صارت الديمقراطية؟ وين صار الشعب؟ وين صار البرلمان؟ وآثار ذلك يعني ردود الفعل اللي يصير على هذا الشيء، أنه يصير توترات طائفية ويصير صراعات أخرى. أنا تحدثت عن الموضوع قبل 3-4 سنوات أيضا، وقلت يعني ما في حاجة التوجه هذا، خلينا نعزز نظامنا الديمقراطي، نعزز علاقتنا بالشعب، ونبتعد عن ميراث البويهيين والعباسيين والصفويين والفاطميين وغيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.